أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس. اليوم لدينا درس بعنوان الاحتمال لمادة الرياضيات الصف الخامس الابتدائي، فهيا بنا نتعلم اليوم تحديد فرصة وقوع حدث ما. في البداية دعونا نلاحظ هذا النشاط البسيط. سحب مكعب من كل كيس دون النظر إليه. اكتب مؤكد أو مستحيل أو متساوي الإمكانية لتكوين جملا صحيحة. لدي هذا الكيس الأول في عدد من المكعبات. أولا، وش معنى مؤكد؟ يعني أكيد راح أحصل على هذا المكعب. مستحيل، لا يمكن الحصول عليه. متساوي الإمكانية، ممكن يحصل عليه وممكن لا، ممكن أحصل على هذا المكعب أو لا، راح أتعرف عليه من خلال هذا النشاط. لدي السؤال الأول، احتمال سحب مكعب أسود هو احتمال، يبغاني أكتب في هذا الفراغ إما مؤكد وإما مستحيل وإما متساوي الإمكانية. انظر إلى هذا الكيس، ما بداخله؟ بداخله أربع مكعبات خضراء، 1 2 3 4، وأربع مكعبات سوداء، 1 2 3 4. ماذا ألاحظ؟ ممتازين، نلاحظ أن عدد المكعبات الخضراء يساوي عدد المكعبات السوداء، هذا 4 وهذا 4. إذن هل هو متساوي أو متساوي في العدد؟ متساوي في العدد. طيب الآن، ما هو احتمال حصولي على مكعب أسود من بين هذه المكعبات الموجودة في هذا الكيس؟ هل مؤكد أني راح أحصل على أسود فقط؟ ولا مستحيل ما راح أحصل على أسود أبدا؟ ولا متساوي الإمكانية؟ ممكن لو دخلت يدي في الكيس ممكن أطلع مكعب أسود وممكن أطلع مكعب أخضر، أيهما صحيح؟ ممتازين، متساوي الإمكانية. سؤال آخر، احتمال سحب مكعب أصفر هو احتمال، انظر هذا الكيس الثاني، ما هي المكعبات الموجودة بداخله؟ ممتازين، جميعها مكعبات صفراء، صحيح، لا يوجد فيها أي مكعب بلون آخر، كلها أصفر. طيب الآن أنا أمامي كيس كل اللي فيه مكعبات صفراء، عندما أدخل يدي في الكيس هل سأخرج مثلا بمكعب أزرق أو مكعب أسود؟ سأخرج مكعب ماذا؟ ممتازين، أصفر. إذن هل هو مؤكد؟ يعني فقط ما راح أخرج إلا مكعب أصفر؟ ولا مستحيل ما راح يخرج معي أي شيء أصفر؟ أو متساوي الإمكانية، يمكن يطلع معي أصفر أو لون آخر، أيهما صحيح؟ ممتازين، مؤكد. لماذا؟ لأن الكيس يحتوي فقط على مكعبات صفراء فقط. سؤال آخر، احتمال سحب مكعب أصفر هو احتمال، تعال ناظر معي في الكيس الثالث، ما هي المكعبات التي بداخله؟ عندي المكعبات الزرقاء، 3 مكعبات باللون الأزرق، عندي المكعبات الخضراء، 4 مكعبات باللون الأخضر، وعندي 3 ألوان أو 3 مكعبات باللون الأحمر. طيب هو يقول لي أصفر، هل ممكن لو دخلت يدي بالكيس الثالث أني أطلع مكعب أصفر؟ ممتازين، لا يمكن. لماذا؟ ممتازين، لأن الكيس الثالث لا يحتوي على أي مكعب لونه أصفر، إذن هو مستحيل. إذن أخذنا في هذا النشاط إمكانية سحب أي مكعب من هذه الأكياس. إذن الاحتمالية هذه ماذا نسميها؟ تعالوا نتعرف مع بعض عليها. الاحتمال يعني فرصة وقوع حدث ما. أنا عندي فرصة، احتمال، فرصة أني أطلع مكعب أسود، مكعب أخضر، على حسب الموجود عندي والمطلوب مني. وكذلك لدي نتيجة التجربة، أنا عندما أدخل يدي في الكيس وأخرج مكعب أخضر أو أصفر، هذا اللي أخرجته يسمى النتيجة. إذا نتيجة التجربة هي مجموعة النواتج الممكنة في تجربة احتمالية. إذا أخذ جميع النواتج الممكنة في تجربة احتمال تسمى نتيجة التجربة. حتى يتضح هذا المفهوم بشكل أكثر،
دعونا ننتقل إلى الأمثلة. مثال واحد، اكتب النواتج الممكنة للتجربة الاحتمالية التالية. معطيني هنا تجربة تدوير مؤشر القرص. لدي هنا قرص 4 5 6 7 8 9 مقسم بهذا الشكل بالأرقام التالية قدامي، وهذا المؤشر. الآن لو قمت بإدارة هذا المؤشر، أدر هذا المؤشر، ما الاحتمالات التي ممكن أن تحصل لدي؟ هو يبغى النواتج الممكنة. الآن لدي هذا المؤشر، قمت بإدارة هذا المؤشر على القرص. من يقولي ما احتمال المؤشر هذا يقف عند كم؟ ممتازين، ممكن يقف عند 4. أسمع طالب آخر يقول ممكن عند 5، صحيح. وآخر يقول ممكن عند 6، صحيح. وآخر يقول ممكن عند 7، صحيح. وآخر يقول عند 8، صحيح. وأخير يقول عند كم؟ 9، صحيح. تعال نوضحها الآن. يمكن أن يتوقف مؤشر القرص عند العدد 4 أو العدد 5 مثل ما قلتوا، أو العدد 6 أو العدد 7 أو العدد 8 أو العدد 9. في غير شيء؟ لا، هذه الاحتمالات الممكنة لدي. إذن هذه الاحتمالات الممكنة لدي تسمى نتيجة التجربة. إذن النواتج الممكنة لدي إما 4 5 6 7 8 9 على حسب السؤال الموجود عندي. ننتقل لسؤال آخر. اكتب النواتج الممكنة للتجربة الاحتمالية التالية: إلقاء قطعة نقدية. عندي هذه القطعة النقدية، لدي الوجه الأول اللي هو كتابة مكتوب عليه نصف ريال، والوجه الآخر هو اللي هو شعار المملكة العربية السعودية. الآن قمت بإلقاء هذه القطعة النقدية، تتوقعون وش راح يظهر عندي؟ ممتاز، أحد الطلاب يقول ممكن يخرج لدي كتابة، صحيح. وآخر يقول ممكن يخرج لدي شعار، صحيح. إذن نستطيع أن نقول يمكن يظهر إما شعار أو كتابة، هذا الممكن اللي يظهر عندي. إذن نواتج التجربة إما شعار أو كتابة، هذا اللي سيخرج لدي من خلال إلقاء القطعة النقدية مرة واحدة. ننتقل أيضا إلى تدريب. اكتب النواتج الممكنة للتجربة الاحتمالية التالية: اختيار علبة واحدة. من يساعدني في حل هذا التدريب؟ ممتازين، استمع منكم. ها، لدي ماذا؟ ممتازين، لدي هنا 3 علب حمراء وعلبتين صفراء، هذا الموجود لدي. الآن هو يقول اختيار علبة واحدة. من يعطيني الاحتمالات الممكنة؟ أنا لدي أمامي 2 صفراء و3 حمراء، ممكن أختار ماذا؟ ممتاز، إجابة صحيحة، ممكن اختيار علبة صفراء أو علبة حمراء، صحيح. هل يوجد عندي احتمالات أخرى؟ إما بختار علبة صفراء أو علبة حمراء. نستطيع أن نقول الآن يمكن اختيار علبة صفراء أو علبة حمراء. نواتج التجربة الممكنة: علبة صفراء فاصل علبة حمراء. دعونا ننتقل الآن للتعرف على أنواع الاحتمالات. النوع الأول عندي مؤكد، الاحتمال مؤكد. ماذا يقصد بمؤكد؟ يعني أن الحدث سيقع بالتأكيد. مثال على ذلك: سحب كرة صفراء من هذا الكيس. هذا الكيس لا يوجد فيه إلا كرات صفراء، فعندما أدخل يدي في هذا الكيس سأخرج بالتأكيد كرة صفراء، يعني لا يمكن أن أخرج كرة حمراء أو خضراء أو زرقاء. إذن الحدث هنا أو الاحتمال هنا مؤكد. النوع الآخر مستحيل. معنى مستحيل: لا توجد فرصة لوقوع الحدث، يعني ما في إمكانية أبداً أن يقع الحدث. مثال على ذلك: سحب كرة صفراء. لدي هذا الكيس، الموجود فيه عندي 4 3 كرات زرقاء
وأربع كرات خضراء وثلاث حمراء، هل يوجد في صفراء؟ لا يوجد صفراء. إذن إمكانية حصولي على كرة صفراء مستحيل، ما أقدر أحصل على كرة صفراء حتى لو أخرجت اللي بداخل الكيس كله، ما راح يكون فيه أي كرة صفراء، إذن هذا مستحيل. عند النوع الآخر متساوي الإمكانية، ماذا يقصد بذلك؟ أن فرص وقوع الحدث متساوية. نأخذ مثال يوضح. سحب كرة سوداء، لاحظ معي في هذا الكيس ماذا يحتوي؟ يحتوي على أربع كرات سوداء وأربع كرات خضراء، إذن إمكانية حصولي على الكرات السوداء متساوي مع إمكانية حصولي على الكرات الخضراء، لأن لدي أربع كرات خضراء وأربع كرات سوداء، فهو متساوي في الإمكانية، متساويين في العدد، إذن متساويين في الإمكانية. أيضا لدي نوع آخر وهو قوي، احتمال قوي. ماذا يقصد باحتمال قوي؟ إذا كان احتمال الحدث أكبر من الاحتمال متساوي الاحتمالية. ماذا يقصد بذلك؟ نأخذ مثال يوضح. سحب كرة خضراء من هذا الكيس، لاحظ معي عدد الكرات الخضراء أكثر من عدد الكرات الصفراء، فلدي هنا ست كرات خضراء وكرتين صفراء. إذن عندما أقوم بإدخال يدي في الكيس لاستخراج كرة، فإن حصولي على كرة خضراء أقوى من حصولي على كرة صفراء. لماذا؟ لأن عدد الكرات الخضراء أكبر من عدد الكرات الصفراء، إذن هو أكبر من متساوي الاحتمال. النوع الأخير لدي احتمال ضعيف، يقصد به إذا كان احتمال الحدث أقل من الاحتمال متساوي الاحتمالية. مثال على ذلك سحب كرة زرقاء، لدي هذا الكيس لو تلاحظ معي فيه لا يوجد فيه إلا كرة زرقاء واحدة، بينما يوجد لدي ثلاث كرات صفراء وكرتين خضراء وكرتين حمراء، إذن احتمال حصولي على كرة زرقاء هو احتمال ضعيف لأنها فقط كرة واحدة، فهي أقل من متساوي الاحتمالية. ننتقل الآن إلى أمثلة توضح هذه الأنواع. مثال سحب تركي قرصا واحدا من هذا الكيس، يقصد هذا الكيس. صف احتمال سحب كل لون مختلف، أكتب مؤكد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية. المطلوب مني كتابة هنا النوع الاحتمال الصحيح من ضمن هذه الاختيارات. احتمال حصولي على قرص أزرق. قبل أن نجيب على هذا السؤال دعونا نتعرف إلى الأقراص الموجودة بهذا الكيس. لدي أربعة أقراص زرقاء وقرص أصفر وقرص أحمر. طيب الآن احتمال حصولي على قرص أزرق، هل هو مؤكد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية؟ نتذكر بعض تعريفها. شو معنى مؤكد؟ ممتازين، يعني كله لازم تكون أزرق، مؤكد ما في كلام ما في غيره. مستحيل، لا يمكن حصولي عليه أبدا. قوي اللي هو يكون إيش؟ فوق متساوي الإمكانية، أكثر متساوي الإمكانية. ضعيف أقل من متساوي الإمكانية. متساوي الإمكانية يعني أن الأقراص متساوية في العدد، عندي أربع أزرق وعندي أربع مثلا أصفر. طيب تعال نلاحظ الكيس، الكيس فيه أربع أقراص زرقاء واحد أصفر وواحد أحمر، احتمال حصولي على أزرق ماذا؟ ممتازين، قوي. احتمال حصولي على قرص أحمر، الأحمر عدده هنا واحد، إذن أنا عندي هذا الاحتمال أقل من المتساوي الإمكانية، إذن هو ضعيف. ممتازين. احتمال حصولي على قرص أخضر، من يجيب؟ ممتازين، أسمع صوت من هناك ماذا يقول؟ ممتازين، مستحيل. لماذا؟ ممتازين، لأنه لا يحتوي هذا الكيس على قرص أخضر.
الاحتمال الأخير مطلوب مني في السؤال احتمال أزرق أو أحمر أو أصفر. أزرق أو أحمر أو أصفر. من يقول؟ ممتازين، مؤكد، لأن كلها موجودة وين؟ موجودة في الكيس، فاحتمال حصولي على أزرق أو أحمر أو أصفر مؤكد. لما أدخل يدي في الكيس سأخرج إما أحمر أو أصفر أو أزرق، إذن هو مؤكد. ننتقل إلى سؤال آخر. سحب مصعب بطاقة من البطاقات التالية عشوائيا، صف احتمال سحب كل بطاقة، اكتب مؤكد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية. لدى مصعب بطاقات، ست بطاقات عليها الأحرف ألف ولام ونون وجيم وألف أيضا وحاء. المطلوب مني حرف النون، احتمال حصولي على حرف النون أو سحب حرف النون. لاحظ معي النون على بطاقة واحدة فقط، إذن هل هو مؤكد حصولي عليه أو لا يمكن حصولي أبدا، أو قوي هو أعلى البطاقات عدد، أو ضعيف هو أقل البطاقات عدد، أو متساوي مع البطاقات الأخرى؟ من يجيب؟ ممتازين، ضعيف. لماذا؟ لأنها بطاقة واحدة مكتوب عليها حرف النون، فحصولي عليها ضعيف. طيب حرف الكاف، احتمال حصولي على حرف الكاف. من يجيب؟ ممتازين، مستحيل. لماذا؟ ممتازين، لأن البطاقات لا تحتوي على حرف الكاف. نأخذ أيضا سؤال آخر. سحب سعيد بطاقة من البطاقات التالية عشوائيا، صف احتمال سحب كل بطاقة، اكتب مؤكد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية. عندي احتمال بطاقة صفراء. لاحظ معي البطاقات الصفراء، كم لديك بطاقة صفراء؟ لدي بطاقتين صفراء، بينما لدي ثلاث زرقاء وثلاث حمراء. إذا البطاقات الصفراء هي أقل من متساوي الإمكانية، واللي أقل من متساوي الإمكانية ماذا نصفه؟ ممتازين، بضعيف. إذا حصول بطاقة صفراء ضعيف. حصول على بطاقة خضراء، من يجيب؟ أسمع إجابة من هناك. صحيح، بارك الله فيكم، صحيح، ممتازين. مستحيل، لماذا؟ ممتازين، لأن البطاقات التي أمامنا هنا لا تحتوي على بطاقة خضراء. الآن دعونا ننتقل مع بعض إلى أسئلة شاملة لدرس اليوم. لدي هذا السؤال، اكتب النواتج الممكنة للتجربة الاحتمالية التالية: تدوير مؤشر القرص المجاور. لدي هنا قرص وعليه مؤشر. القرص هذا مقسم إلى ألوان، لون أحمر ولون أصفر ولون أخضر. اكتب الآن لي النتائج اللي راح تخرج معك عندما تقوم بإدارة هذا المؤشر. من يقول؟ ممتازين، ممكن نحصل على لون أحمر، صحيح. آخر؟ ممكن نحصل على لون أخضر، صحيح. طالب آخر يقول ممكن نحصل على لون أصفر، صحيح. إذن هذه هي نتائج التجربة. يمكن أن يتوقف مؤشر القرص عند اللون الأخضر أو اللون الأصفر أو اللون الأحمر. نتيجة التجربة أو النواتج الممكنة أخضر أو أحمر أو أصفر. إذا في هذا السؤال طلب مني النواتج الممكنة، لم يطلب مني وصف، وإنما طلب مني النواتج الممكنة. ننتقل لسؤال آخر. سحب تركي بلورة واحدة عشوائيا، صف احتمال سحب كل لون مختلف، اكتب مؤكد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية. احتمال سحب بلورة زرقاء، البلون الأزرق. لو تلاحظ معي في الكيس كم يوجد بلورة زرقاء؟ ممتازين، واحدة فقط، وثلاث صفراء واثنتان خضراء واثنتان حمراء. إذن حصول على اللون الأزرق ضعيف، ممتازين. الآن احتمال حصولي على أزرق أو أحمر أو أصفر أو أخضر. لاحظ معي أزرق أو أحمر أو أصفر أو أخضر هو احتمال مؤكد، ممتازين. الآن يا أعزائي الطلاب دعونا ننتقل إلى تلخيص درس اليوم. اليوم تعلمنا تحديد فرصة وقوع حدث ما. لدي هنا الاحتمال
وهو فرصة لوقوع حدث ما. أخذنا له أنواع. النوع الأول مؤكد، الحدث سيقع بالتأكيد، عندي اللون الأخضر هنا وعندي الكيس الأخضر، جميعها ستقع، الحدث هنا مؤكد. أيضا كذلك لدي قوي، احتمال الحدث أكبر من الاحتمال متساوي الإمكانية، لدي هذا المثال كرة خضراء من بين هذه الكرات. وكذلك لدي هنا متساوي الإمكانية، فرص وقوع الحدث متساوية، عندي كرة خضراء أو صفراء، فعندي الكرات الخضراء والصفراء متساوية. وكذلك لدي هنا ضعيف، احتمال الحدث أقل من الاحتمال متساوي الإمكانية، مثال عليه كرة زرقاء. وكذلك أخيرا مستحيل، عندي كرة سوداء، لا توجد فرصة لوقوع الحدث، مثال على ذلك في هذا الكيس لا يوجد كرة سوداء. في الختام أسأل الله العلي القدير لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.